خلينا نروح لكره اليد. يعني خليني ابدا معاك يا مستر جوردو، كيف بدات مفاوضات النادي الاهلي معاك؟ Yes, it's a, نعم. You know, it's a difficult question. كان هذا سؤال صعب للغاية لأن المفاوضات كنت أدرب منتخب بيلاروس وهو من الفرق القوية في أوروبا، ولكن عندما اندلعت الحرب بين روسيا وأوكرانيا توقف هذا العمل، وكان علي أن أتوقف في مارس الماضي لأن السفارة الإسبانية أبلغتني أن المكان ليس آمن وعلي أن أغادر هذا الفريق للأسف، واضطررت إلى مغادرة. وكنت في أسبانيا والأهلي اتصل بي وكانت هذه فرصة كبيرة، وكان علي أن أأتي إلى هنا لأقتنص هذه الفرصة، وكان هذه مدة مثمرة وأنا سعيد للغاية وفخور بهذه الفترة وأخذ هذا القرار. وأنا أشكر كل مجلس الإدارة، الكابتن بيبو والجميع، لأنها كانت فرصة عظيمة ومن أفضل التجارب التي مرت علي في حياتي. لما سألت على النادي الأهلي قالوا لك إيه؟ نعم، أحد الفرق الكبيرة في أفريقيا بالتأكيد. أنا كنت مفاجأ للغاية عندما علمت بتشكيل النادي الأهلي ونظام النادي الأهلي. لديه الكثير من الفرق، لديه فريق عمل كبير، لديه قاعدة جماهير كبيرة للغاية. كنت مفاجأ الحقيقة عندما شفت هذا ورأيت هذا الوضع، لأنه مثل الأندية الكبيرة مثل ريال مدريد وفرق في أوروبا، وأعتقد أن لديكم حظ كبير أن يكون لديكم هذا الكيان العظيم.